فالحمد لله نرى أن أبا أمهات يجاعة في الأسبوع. لماذا؟ ليحفظ القرآن. تذكير آية صغيرة فيها الكثير من المبادئ. معكم الأستاذ سعيد مسلم المقرئ وأستاذ مادتي التجويد والمقامات الصوتية بمدينة الدار البيضاء. أحيينا صبيحة قرآنية هذا الصباح، وهذا لا يخفى على المغاربة أنهم دائما مع القرآن، فهذه الصبيحة اشتملت على فقرات وقراءات قرآنية وأمداح نبوية، وحضرها ثلة من المشايخ والعلماء أمثال الدكتور طيب كريمان والشيخ عادل مسلم وحمزة مسلم وعبد ربي وجميع القراء. فكانت هذه الصبيحة عبارة عن مواعظ وذكر وقرآن وأمداح نبوية والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مسابقة ثقافية إسلامية، وكذلك كل من يعني أجاب على الأسئلة نال جوائز مهمة. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وتقبل منا الصلاة والصيام، واجعلنا فيه من الصائمين إيمانا واحتسابا، واعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. خديجة شهيد، مديرة تربوية لمجموعة كالعادة، والمؤسسة تهتم بتعليم القرآن وتعليم القواعد بالنسبة للأطفال. وارتأينا هذه السنة في النسخة الثانية القيام بصبيحة قرآنية لفائدة الآباء والأطفال جميعا. تخللتها مواعظ وإرشادات وقراءات قرآنية من طرف الشيخين الأستاذ سعيد مسلم والأستاذ عادل مسلم، وكذلك الدكتور طيب كريبان الذي أتحفنا بدرس متميز في فضل القرآن وفضل القرآن في شهر رمضان، وكيف يجب على الإنسان الاعتناء بقراءة القرآن ولما لا حفظه حتى ينال الأجر. مرت هذه الصبيحة القرآنية في أجواء متميزة، لأن كان هناك اهتمام لا من طرف الصغار ولا من طرف الكبار. طيب كريبان، هذا الصباح من أيام رمضان شاركنا في هذا المجلس المبارك إحدى المدارس، فيها أباء وأولياء تلاميذ. هذه المدارس معروفة بالنشاط ديالها الاجتماعي والتربوي والإيماني، والحمد لله كانت فيها واحد قراءات قرآنية وأمداح نبوية ودروس وعظات وعبر وأدعية ربانية، كل هذا من أجل النشاط الثقافي في رمضان. نسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع ويحفظ الجميع ببركة النبي الشفيع. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.